سيداتي أنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم. قبل بدايتها، قبل انطلاقتها، يبدو أن كل شيء مثالي لكرة قدم ممتعة هذا المساء. الجو جميل، الأجواء صافية جدا، الحضور في المدرجات رائع جدا، بقي ما هو على اللاعبين، كل شيء جاهز لتلعبوا كرة قدم. أعطونا ما لديكم، نريد كرة قدم ممتعة في هذا المساء. لا عذر أمام اللاعبين، أجواء رائعة هنا في هذا الملعب، كل شيء جاهز من أجل الإثارة والمتعة والشغف. ها هي التسديدة، الكرة خطيرة، صاروخية رائعة، هدف عالمي، هدف في غاية الروعة. خذها مني ببساطة، هذه كرة لا تصد ولا ترد. حارس مين يا عم ممكن يصد هذه الكرة؟ هذه طريقها إلى المرمى مفتوح. أحرز الهدف الأول في توقيت مبكر. يلعب كرة على اليسار، الجماعة اللي فاتتهم بداية المباراة، فريق تمكن من إحراز هدف مبكر جدا هذا اليوم. النتيجة 1-0. أبعدوها، لعبة جميلة، تسديدة أجمل، بعيدة تماما عن المرمى. لا يبدو أن التسديد من بعيد هو الحل الوحيد في هذه المباراة، أدركوا صعوبة القيام بذلك. إمكانية مرتدة الآن، في طريقة إلى المرمى، هذه كرة تسديدة في اتجاه المرمى، تصدي غير عادي من حارس المرمى، لقطة غير عادية وتصدي رائع من الحارس. حصلوا على رمية جانبية، من سيستلم هذه التمريرة الطولية؟ كرة لا تمر، تمنع حدوث ربما سيناريو سيكون صعب على الفريق. يستعيد الكرة سريعا، فرصة هجوم معاكس، عدت الكرة، مرت الكرة بشكل جميل. أعتقد أن اللاعب كان متقدم، نعم تسلل موجود. والحارس يلعبها بعيدا عن مرماه، تغيير اتجاه اللاعب على اليمين، يلعب كرة على اليسار، يقطعها في الوقت المناسب، أداء رائع جدا من المدافع. الحكم يعلن نهاية الشوط الأول، رضا تام على ما قدموه في الشوط الأول على مستوى الأداء والنتيجة. تستأنف المباراة بركلة البداية للشوط الثاني.
هدف يبعثر أوراق المجموعة. ضغط قوي وينجح في استعادتها، وكرة ملعوبة إلى الأمام بسرعة، فاتت ومرت وصلت إليه، يسيطر على الكرة، يلعبها قوية، تلعب الكرة إلى الأمام، رمية جانبية إذن، يتفوق في المواجهة البدنية، يحصل على الكرة، كرة طويلة للأمام، تسديدة، وهذه رمية جانبية، كرة كانت خطيرة جدا لكنه نجح في مواجهتها بشكل جيد، يتقدم اللاعب في الجهة اليسرى، كرة إلى الأمام، بضغط قوي تمكن من افتكاك الكرة، يحتسب الحكم ركلة حرة، الله ما أجمل هذه الكرة، ملعوبة إلى الأمام، يستعيد الكرة مرة أخرى، ضغط قوي وينجح في استعادتها، كرة طولية إلى الأمام، يلعبها ببراعة، وهكذا نصل وإياكم إلى نهاية المباراة، يمكن اعتبار هذا نصر للمدافعين الذين حافظوا على تركيزهم.